السلام عليكم وحلقة جديدة من حلقات انت مع مكر. النهاردة جبت لكم اختبارات نادي المقاصة استكمال الاختبارات بتاعتها، وجبت لكم اختبارات نادي المياه في البحيرة. طبعا مش هوصيكم واقول لكم تكافئ مجهودي باللايك، ولو انت اول مرة جديد في القناة ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا على الانترو. واول نادي هنبتدي يعني بيه هو نادي المياه بالبحيرة. قرر مجلس إدارة نادي شركة مياه البحيرة برئاسة المحاسب محمد عقدة إجراء اختبارات قطاع الناشئين لنادي المياه البحيرة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 10 صباحا بملعب نادي شركة مياه البحيرة. وتبدأ الاختبارات من، خلي بالك علشان الاختبارات عايزين فيها مواليد معينة، هم عايزين 2001 و2002 و2003 و2004 و2005 و2006 و2007، يعني من 2001 حتى 2007 دي المواليد اللي هم طالبينها. ولو عندك اي استفسارات او اي سؤال انت ممكن هسيب لك رقم تليفون علشان تكلمه، كابتن رضا سيد 0100 9293192. هقول تاني 0100 9293192، وفي رقم تاني 010 333 8683. هقوله تاني 010 333 8683. ويلا بينا على اختبارات نادي الداخلية. ستقام اختبارات نادي الداخلية الرياضي يوم الجمعة الموافق 9/7، يوم الجمعة الموافق 9/7 هيكون الساعة 10 صباحا بنادي قها الرياضي بمحافظة الأليوبية لجميع مواليد من 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011، يعني المواليد اللي طالبينها من 2001 حتى 2011، مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع اللاعبين. يعني الاختبارات هتبقى في نادي قهر رياضي بالأليوبية، الاختبارات هتكون في نادي قهر رياضي بالأليوبية. ويعلن نادي الداخلية عن استكمال الاختبارات داخل النادي الرياضي على ملاعب النادي بشارع جسر السويس. شارع جسر السويس دوت عند مصر الجديدة محطة مترو عمر بن الخطاب. هقول تاني تستمر اختبارات نادي الداخلية الرياضي على ملاعب النادي بشارع جسر السويس محطة مترو عمر بن الخطاب، وهتكون الاختبارات يوم السبت القادم. والتلات هيبقى لمواليد 2001 و2002 و2003 و2004 و2005 و2006 و2007، هيبقى يوم السبت والتلات لمواليد 2001 حتى 2007، والأحد والأربع هيبقى لمواليد من 2008 2009 2010 2011، يعني من مواليد 2008 حتى 2011. والاختبارات هتكون الساعة 3 عصرا، الاختبارات الساعة 3 عصرا، وان شاء الله الاستمارة هتكون زي المرة اللي فاتت ب 30 جنيه. ويلا بينا ندخل على استكمال اختبارات نادي مصر المقاصة. يعلن نادي مصر المقاصة عن استكمال اختبارات قطاع الناشئين والبراعم بنادي مصر المقاصة بالفيوم المقامة على مركز شباب أقصى. يعني الاختبارات المرة دي مش هتبقى في دمو، الاختبارات هتبقى في مركز شباب أقصى من مواليد 2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و11 و2012 و2013 و2014، يعني
الاختبارات هتبقى من مواليد 2003 حتى 2014، والاختبارات هتبقى يوم الاثنين الموافق 5/7. الاختبارات يوم الاثنين 5/7 الساعة 3 عصرا، والاستمارة هتكون ان شاء الله بعشرين جنيه فقط. الاختبارات بتاعت مصر المقصة الاستمارة بعشرين جنيه فقط. Run. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. لو انت شايف ان انت استفدت من الحلقة ما تبخلش علينا باللايك، ولو انت اول مرة تشوفنا في القناة ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا اول باول. اشوفكم بخير.